30 يوم للأربعة، وللإنسان صافي ينبغي استخدام مجموعة العبارة الظرفية والهيكلية التي تضع السياق الزمني للسنة الأولى والثانية من برنامج التنمية. خلال هذه الدورة تم تداول مجموعة من النقاط المهمة، من خلالها كذلك تم تقييم البرنامج التنموي لإقليم شتوكا إتباها من خلال سنتين 2017-2018، حيث تبين أنه المجلس الإقليمي تقريبا قام بتنزيل مجموعة أو أغلب المشاريع اللي كانت ذات على مستوى البرنامج التنموي، وتم التصويت بالإجماع على جميع النقاط في هاد الدورة الاستثنائية. فكما قلت أنه تم تداول مجموعة من النقاط من خلالها اتفاقيات شراكة لتجهيز مجموعة من المراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال هذه النقطة تبين الحمد لله أنه إقليم شتوكا إتباها كان يتوفر على مركز واحد. الآن في ظرف 3 سنوات تم إخراج 6 مشاريع أو 6 مراكز على مستوى إقليم شتوكا إتباها، وهذا بفضل تضافر جهود ديال مجموعة من المتدخلين وعلى رأسهم السيد عامل إقليم شتوكا إتباها مشكورا، يعطى واحد الأهمية كبيرة لهذه الفئة على مستوى الإقليم. فالحمد لله مجلس إقليمي انخرط في هذه المشاريع بمشاركة مع المبادرة وكذلك الجماعات والمجتمع المدني أو الجمعيات، فمن خلالها قام سنتين بتجهيز هذه 6 مراكز على مستوى الإقليم بمبلغ يناهز تقريبا 71 مليون ديال سنتيم. فإضافة إلى هذه النقط تم كذلك تداول حول مشكل ديال ندرة المياه على مستوى الإقليم، وكذلك مشروع تحلية الماء البحر إن شاء الله اللي غادي يفك واحد المشكل كبير ديال الإقليم على مستوى خاصة فيما يخص الماء الصالح للشرب، وكذلك الماء اللي غادي يتوجه للقطاع الفلاحي باعتبار أنه إقليم ديالنا هو إقليم فلاحي بامتياز على مستوى الجهة أو الوطني بصفة عامة. فالحمد لله هذا المشروع كما جاء على لسان السادة ممثلين ديال الفلاحة بأنه إن شاء الله غادي يخرج الوجود في يوليوز 2021، إن شاء الله كنتمناو أنه يخرج في هذا الوقت إن شاء الله باش يلبي هاد الندرة ديال المياه على مستوى الإقليم شتوكا إتباها. فإضافة كذلك تم التداول حول نقطة مهمة ويتعلق الأمر بخلق واحد نواة جامعية على مستوى الإقليم، نظرا لعدد ديال الطلبة ديال الإقليم اللي كيمشيو لأكادير باش يقراو. إن شاء الله رفعنا ملتمس للجهات المعنية باش يدار واحد نواة جامعية على مستوى الإقليم. وكذلك النقطة اللي كتعلق كذلك بالشباب وهي مركب رياضي إقليمي على مستوى الإقليم. فمن خلال هذه النقطة تم الحديث عن واقع ديال الرياضة على مستوى الإقليم بصفة عامة، وخرجنا في مقررات ديال المجلس بأننا إن شاء الله تم الالتماس من المجلس بإن شاء الله باش نقلبوا على أرض لإنجاز هذا المركب الإقليمي. وما أقول مركب إقليمي يعني واحد كومبلكس سبورتيف ديال الرياضة، ملعب كيليق قبل الإقليم وكذا يكون كبير إن شاء الله والموجه للشباب، باعتبار أن الحمد لله هناك مجموعة من الفرق الرياضية ديال كرة القدم اللي كان على مستوى الإقليم شتوكا إتباها. فهذه مجموعة من النقاط المهمة والمهمة جدا اللي إن شاء الله كنتمنوا أنها نخدموا عليها في هذه السنوات القادمة إن شاء الله. إضافة كذلك للميزانيات ديال المجلس ديال 2020 اللي تم كذلك المصادقة عليها بالإجماع. وبهذه المناسبة لابد أن نشكر أعضاء المجلس الإقليمي على العمل ديالهم وعلى كذلك المجهودات اللي كيبذلوها، وكذلك على المصادقة ديالهم بالإجماع بهذه النقاط كاملة. وهذا كيبين الرغبة ديال الجميع بأننا نخدموا لهذا الإقليم إن شاء الله. وكنشكر جميع كذلك الصحافة اللي حضروا معنا، وكنشكر كذلك السيد العامل اللي حضر معنا والكاتب العام وجميع الأطر تاهما ديال المجلس الإقليمي كيلعبوا كدور تاهما واحد الدور مهم فيما يخص التدبير الإداري على مستوى المجلس الإقليمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.